السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم مع فيديو جديد غادي نحضر معكم طرطة ديال البرتقال اللي تجي الصراحه زوينه. المهم غادي نخليكم مع المقادير. غادي نبدا، غادي ندير جوج البيضات على الطرطة. البنات كتجي زوينه الصراحه. درت هنا غير جوج البيضات، المقادير يعني قلال، لحقاش ما نبغوش الكيك يكون ديالنا كبير، نبغو الكيك ديالنا يكون غير على حساب، حيت عندنا جوج طبقات اخرين. نص كاس ديال الزيت وسنيدة، تقريبا غندير المقادير كلهم، قبيسة ديال الملحة. غادي نخلط غير الخلاط اليدوي، مكنحتاجش الكهربائي. غادي نخلط مزيان، غادي نضيف دانو. كيف ما قلت لكم، الا بغيتو ديروا نص كاس ديال الحليب ديروا على حسب المتوفر عندكم. كيف ما كتشوفوا، هادو هما المقادير ديال الكيك ديالنا. غادي نحتاج دانون ديال الفاني، الا ما كانش عندك دانون ديال الفاني ديري نص كاس ديال الحليب، عندنا قبيصه ديال الملحه، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال سنيده، وجوج ديال البيضات، واحد الخماره، والدقيق على حسب الخليط. دابا من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان، غادي نبدا نضيف الدقيق. غير الدقيق غربلته من قبل من طبيعه الحال. صافي، غادي نبقى ندير في الدقيق حتى تجمع عندي الخليط، وغادي نضيف خماره. غادي نبقى نخلط فيه على حساب الخليط ديالي، حتى يكون دائما دقيق ماشي بحال الدقيق. كاين دقيق اللي تيشرب وكاين دقيق اللي ما تيشربش. المهم انا غنبقى نزيد في الدقيق حتى نجمع الخليط اللي بغيت انا. كيف ما كتشوفوا دابا انايا جمعت الخليط، كيجي لهذا الشكل هذا، ما تيجيش قاصح، تيجي خفيف شويه. دابا غادي نجبد المول ديالي اللي حاطه في المجمد، دهنته بشويه الزبده ودرت له الورق. درت هذا المول هذا اللي تيتحل من هنايا على حسب باش يتحل ليا بسهوله، ما بقاش معاه مشكل. المهم كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نحط الخليط ديالي هنايا كامل صافي، وغادي نسرحو، وغادي ندخلو للفران حتى يطيب الكيك ديالي. غادي ندخلو للفران حتى يطلع، وملي يطلع لينا الكيك ديالي غادي نحمرو من الفوق.
ندخلو الفران ونرجع معكم. كما تشوفوا البنات رجعت معكم من بعد ما طاب ليا الكيك، كيجي على هذا الشكل هذا. ما تخلوش يتحمر بزاف، المهم جاني زوين، ما جانيش عالي بزاف كيف ما بغيت. دابا غادي ندير اول طبقه هي ديال الكريمه. غادي نحتاج لهاد الكريمه كما تشوفوا، غادي نحتاج هنايا عندي 5 المعالق ديال الكريم باتيسير، ها هما 5 المعالق كبار، وعندي 5 المعالق ديال سنيده، وعندي الحليب السيترو. اول حاجه غادي نديرو كلشي هادشي اللي كتشوفوا. لما كانش عندكم الكريم باتيسير استغناو عليها وديروا النشا، ديروا النشا، ديروا 5 المعالق نفس العبار. دابا غنضيف الحليب، غادي نخلط هادشي كامل، وغادي نديرو فوق البوطة حتى يتعقد عندي الخليط. كما قلت لكم لما عندكم كريم باتيسير ديروا النشا، 5 معالق، 5 معالق ديال كريم باتيسير، وديك 5 معالق ديال سنيدة. خلطت كلشي، دابا غادي نديرهم فوق البوطة حتى يعقد عندنا الخليط. دابا البنات درتو فوق البوطة، غادي نبقى نخلط فيه هكايا، درتو على عافية مهيلة، وغادي نبقى نحرك فيه بحال هكا حتى يعقد عندي الخليط. المهم بقاو مستمرين في التحريك، ما توقفوش بطبيعة الحال. ملي يعقد عندي الخليط غادي نرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا دابا عقدت عندي الكريمة، دغيا تعقدت عندي، انا استعنت بهذا المول هذا درته في الطبق اللي غادي نقدم فيه. غادي نخوي هذا الخليط كله اللي عندي هنا فوق من الكيك. غادي نسرحو، غادي نسرحو متساوي مع الكيك، وندخلو الثلاجة حتى يبرد، ونديرو الطبقة الثالثة إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نوجدوا الطبقه الاخيره اللي هي ديال الليمون. غادي نحتاج ليها 500 مللتر ديال الليمون، عصير الليمون، ولا ما عندكمش عصير طبيعي ديروا ديال الكرتونه. غادي نحتاج 3 المعالق ديال السكر سنيده، و 3 المعالق ديال المايزينا نشا، وغادي نحتاج 2 ديال الفلون بنكهه الفاني، اللي عندكم نكهه الليمون من الاحسن. والتزيين غادي نحتاج تفاحه، 2 البنانات. دابا نمشيو نوجدو الكريمه ديال الليمون هي الاولى. اول حاجه غادي نديرو الليمون، عصير الليمون، غندير سنيده، غندير النشا، وغادي ندير الفلون. إذا كان نكهه الليمون من الاحسن حتى الفاني كتجي زوينه. غادي نخلط كلشي مزيان، وغادي نديرو فوق البوطة حتى يعقد عندي الخليط.
كيف ما شفتوا انا زينت على الشكل هذا، درت البنان من هنايا طريفات كيف ما شفتوا، شويه تفاح، عندكم كيوي، عندكم اناناس، داكشي على حسب الذوق ديالكم. دابا من بعد ما تماسك عندي الخليط ديال الليمون، ما تخلوش حتى يتماسك بزاف، غادي نكبو هكايا على هذا الشكل هذا. نحاول نديرو كاع في الجناب كاملين. كيف ما شفتو كبيت الخليط ديال الليمون هكا، دابا غادي ندخلو الثلاجة حتى يتماسك عندنا ونرجع معكم. كيف ما كتشوفو من بعد ما برد لينا الكيك، دابا غادي نحاول نفتحو هكا. كيف ما كتشوفوا تيحيد بسهوله، ما تحتاجوا ديروا حتى شي حاجه، كيجي على هذا الشكل هذا. دابا بقات تزيين، غادي نزينها بشي حاجه بسيطه على حسب الذوق ديالكم، زينوها باش ما بغيتوا نشوفها. انا غادي نزينها ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا البنات الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل، تيجي زوين صراحه، الشكل ديالو والمذاق ديالو تيجي زوين. دابا تماسك عندي، ما درتو لا في كونجيلاتور لا والو، درتو غير في الثلاجه غير عادي، ودابا تماسك. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، وتردوا عليا من طبيعه الحال في الكومونتير لا عجبكم. انا غادي نقطع معكم واحد الطريف حتى تشوفوا. راه سهل في التحضير كيف ما شفتو، ما خداش وقت كثير، دابا حضرتو. على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، انا قطعت لكم طريف وتشوفوا طبقات كيف جاو، جا زوين صراحه. كنتمنى منكم تجربوه، سهل في التحضير كيف ما شفتوا، المقادير يعني في المتناول. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، كاع الناس اللي في القناه ديالي كنتمنى تابوناو فيها، ديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالي، وسلام عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله.